لخبر ويعتبر من أحلى الأخبار، حيث أعلنت وزارة الثقافة عن تنسيق بينها وبين وزارة السياحة إلزام الفنادق باقتناء أعمال ولوحات الخاصة بالفنانين والفنانات في المملكة. جميل جدا انه سواء كان، طبعا انا اتذكر من 2019 كان في مناشده من الفنانين والفنانات لوزاره الثقافه تحديدا انه كيف ممكن يقتنوا اعمالهم الفنيه ولوحهم وحتى الاعمال اليدويه وغيرها في المستشفيات وفي الفنادق. فحلو انه الحين نتكلم عن هذا الموضوع، انه صار في تنسيق ما بين وزاره الثقافه ووزاره السياحه انه يتم اقتناء اعمال الفنانين والفنانات باسمائهم الموقعه باعمالهم الجميله، تلاقيها مثلا في اللوبي في الفندق في غرف الفنادق وغيرها. والمهم انها تعكس تاريخنا وثقافتنا وتراثنا العميق والمتشعب والجميل، وايضا تدعم الكوادر الوطنيه الفنيه السعوديه واللي هم اللي احنا اصلا بنشهد من برنامج سيدتي عددهم الكبير جدا وفنهم الجميل جدا اللي بيقدموه. في شغله ثانيه مهمه، لما بنسافر، ايوه لما بتروحي على اي دوله لها طابع كذا، بتدخلي في التفاصيل، بتدخلي على الاوتيلات، بتدخلي في الشوارع، في 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 المطارات، في في بتحس يعني لما تسافري على اوروبا، اوروبا في التفاصيل، لما تسافري في امريكا، امريكا في التفاصيل، حتى روسيا في التفاصيل. احنا كنا ادركنا هذه النقطه، فهذا وعي كبير جدا في تعزيز الهويه، وان احنا نصنع انطباع، وخاصه ان احنا فتحت السياحه والعالم كله بيجي على السعوديه، فكونك انك تركزي في هذه التفاصيل فاحنا بنفكر بعمق، وهذا شيء صحي جدا. صحيح صحيح. خلوني اخذكم